أيضا هذا من فضل الصلاة على الجنازة، من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهد حتى تدفن فله قراطان. فهنا قراط للصلاة وقراط للاتباع. قال: قيل وما القراطان يا رسول الله؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، أصغرهما مثل أحد. وهذا فيه حث على حضور الجنازة والصلاة عليها وتشييعها ودفنها.